أريد أن أشير إلى أن عمليات الاقتراع اليوم قد شابتها الكثير من الإخلالات، وأحصينا عن طريق ملاحظين وحتى عن طريق المراقبين المنتمين إلى منظمة المجتمع المدني مئات الإخلالات في الصباح فقط، في الفترة الصباحية فقط. وهذه الإخلالات والخروقات للقانون الانتخابي بعضها خطير جدا. نأخذ على سبيل المثال، وهذه قضية تتولاها العدالة الآن وهي دور التحقيق، أن إحدى المطابع في الشمال الغربي قد تأكد تلقيها طلبية لطبع مئات الأوراق المشابهة والمقلدة على أوراق الانتخاب، أوراق الاقتراع، وأن الأمر الآن هو رهن التحقيق الأمني والعدل. أيضا أريد أن أشير إلى الكثير من المحاولات الفجة للتأثير على الناخبين قرب مراكز الاقتراع وحتى في ساحات المدارس والمعاهد والمدارس الإعدادية من قبل أشخاص معروفين بانتماءاتهم السياسية ومحاولتهم التأثير وتوجيه الناخبين وأحيانا حتى داخل مكاتب الاقتراع. نحن عن طريق ملاحظين دونا كل هذه الملاحظات وكل هذه التحفظات والاحترازات، ونأمل أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقوم بما هو مطلوب منها قانونا في متابعة هذه الخروقات وإيصال الأمور إلى منتهاها القانوني يعني القيام بما يجب القيام به في مثل أو في مواجهة مثل هذه الإخلالات.